بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القطر يا جماعة، المسافة اللي ما بين الأعمدة المختلفة، يعني أنا مطلع الجريد يا جماعة بالإكستنشن اللي إحنا كنا متفقين عليها، اسمها فاونديشن أوفرلاي. طبعا عشان تنزل الإكستنشن هتروح لكروم اوب ستور، وانا عن نفسي ممكن اضغط كليك من عليها واقول له فاونديشن اوفرلاي عشان الناس تبتدي تاخد بالها منها. ولو عرفت ان شاء الله باذن الله ننزل اللينك بتاعها او فاونديشن اوفرلاي. كل اللي عليك انت لو بتستخدم كروم تعمل لها اد تو كروم، طبعا بعد ما تصرش عليها على جوجل. ديت هتفيدك في انها تدي لك الجريد ديت. يا جماعه كنا في القطر. القطر هو المسافه ما بين العمود والتاني، يعني انا قلت اه يا جماعه ادي الاول عمود بيبتدي من هنا، التاني التالت اهو، في ما بين الاثنين في مسافه معينه اللي هي المسافه اللي ما بين مثلا ادي ثلاثه وادي ثلاثه، الحته دي ديت اللي بنسميها القطر. الخاصيه اللي راح نتكلم عنها يا جماعه او المفتاح اللي هو كان خاص بالكولابس او الكولابس، لو انا مش حابب السيناريو ده، انا مش عايز الفراغ ده يبقى ظاهر معايا، عايز اخلي الاثنين يبقوا راشقين مع بعض، الاثنين يبقوا الاثنين بيسلموا على بعض، مش عايز الفراغ ده يظهر معايا. ده الدور الكولابس او الان كولابس. طيب هي بتيجي من فين؟ المفروض تيجي من البدايه خالص، من الرو. انت في الرو بتبتدي تحدد إيه انت عايز تعمل كولابسنج على مين بالظبط؟ على مين ديت؟ ما اظن انت تحاول تفهمني كده. لو انا قلت له والله انا عايز اعمل كولابس عند اللارج، يبقى لارج اعمل داش واكتب كولابس. تمام، يبقى انا عايز اعمل كولابسنج لما يكون العرض بتاعي انت فاهمني عند البريك بوينت بتاعت اللارج، يعني فبالتالي انا في اللارج دلوقتي لو عملت ريفرش هلاقي القصه ما فيهاش كولابسنج، كلها كولابسنج اتشال القصه دي. لو انا ظهرت الجريد هلاقي ادي النص ده سلم على النص وده سلم على النص والاثنين اتقابلوا في نقطه واحده. يا شباب ديت الفكره بتاعت الكولابس. انت تقصد ان انت بالظبط طالما فيها بريك بوينتس يبقى براحتي عادي مش مشكله. انا ممكن اكتب له والله في الميديا اعمل مسافه واقول له ان كولابس، يعني انا عندي في اللارج كولابس بس في الميديوم ان كولابس عادي. خلينا نشوف كده، انا في لارج خلونا نصغر شويه عشان نجيب ميديم. ادي في الميديم بقيت القصه ان كولابس، يعني كل حاجه بقت بتظهر زي ما هي كانت موجوده في الاول. ده ممكن يفيد في تصميمك اذا كنت عايز فالفيتشر ديت عندك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.